أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج كورونا اليوم، والبداية مع إحصاءات وإصابات ضحايا أيضا فيروس كورونا لهذا اليوم حول العالم. نتابع الإحصائية بشكل عام حول العالم. نتوقف بداية مع هذا الفصل من أول. إذن نبدأ مع الإحصاءات حول العالم اليوم. وصلت إلى 3,096,000 حالة إصابة و702 عدد الوفيات لهذا اليوم، وصل إلى 213,000 حالة وفاة و525 حالات التعافي، وصلت إلى 938,000 حالة تعافي و571. بالنسبة لترتيب الدول، الولايات المتحدة ما زالت في المرتبة الأولى، حالة الإصابات وصلت إلى 1,014,000 حالة إصابة و541، الوفيات وصلت إلى 57 طبعا ألف حالة وفاة، 100,000 حالة وفاة و 65 حالة. حالات التعافي وصلت إلى 139,000 حالة تعافي و555. في المرتبة الثانية جاءت إسبانيا. نبدأ بحالات الوفيات، وصلت إلى 23,000 حالة و500 و 822. حالات الإصابة وصلت إلى 232,000 حالة و122 إصابة. حالات التعافي وصلت إلى 123,000 حالة تعافي و903. في المرتبة الثالثة جاءت إيطاليا. حالات الإصابة في إيطاليا وصلت إلى 200,000 حالة و505. حالات الوفيات وصلت إلى 27 حالة وفاة، ألف طبعا نتحدث بالألاف، و359 حالات التعافي في إيطاليا وصلت إلى 68,941. بعد إيطاليا في المرتبة الرابعة جاءت فرنسا. حالات الوفيات وصلت إلى 23,000 حالة و293. حالات الإصابة وصلت إلى 165,000 حالة و842. حالات التعافي وصلت إلى 45,000 حالة تعافت من هذا المرض و513. ألمانيا حالات الإصابة وصلت إلى 159,000 حالة و38. حالات الوفيات وصلت إلى 6,161. حالات التعافي وصلت إلى 117,000 حالة و400. بعد ألمانيا في المرتبة السادسة حلت بريطانيا. حالات الوفيات في بريطانيا وصلت إلى 21,000 حالة و92. حالات الإصابة وصلت إلى 157,000 حالة و149. وحالات التعافي وصلت إلى 344. تركيا جاءت في التصنيف السابع من ناحية حالات الإصابة والوفيات. حالات الوفيات في تركيا وصلت إلى 2,992. حالات الإصابة وصلت إلى 114,000 إصابة و653. حالات التعافي وصلت إلى 33,791. روسيا حالات الإصابة وصلت في روسيا إلى 93,558. حالات الوفيات وصلت إلى 867. وحالات التعافي وصلت إلى 8,456. إذن هذه كانت جولة حول عدد الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا حول العالم. الآن ننتقل إلى أبرز القرارات الأممية الدولية المرتبطة بالجائحة خلال الساعات 24 الماضية.
نبدأ من تصريحات منظمة الصحة العالمية، نهاية فيروس كورونا ما زالت بعيدة. نذهب إلى الولايات المتحدة، الحزب الديمقراطي يلغي الانتخابات التمهيدية الرئاسية في نيويورك بسبب جائحة كورونا. فرنسا خطة حكومية لرفع التدريبي للحجر الصحي ستبدأ من 11 من مايو. بريطانياً دقيقة صمت على أرواح أفراد الطواقم الطبية الذين توفوا بكورونا. نتابع. وفي إسبانيا السماح للمواطنين من كل الأعمار بالخروج اعتبارا من 2 مايو. في اليابان يتم اعتماد عقار جديد يسمى ريدمزفير كعلاج لفيروس كورونا. إلى تركيا حيث ما زالت تفرض حالة الإغلاق في 31 مدينة لمدة 3 أيام بدءا من الجمعة المقبل. وفي السعودية البنوك تعود للعمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. نتابع. إن رفع منع التجول لا يعني زوال الخطر، بل أؤكد أن الخطر لا زال قائم، فالفيروس ينتشر في جميع دول العالم ولا زال متواجد لدينا وفي جميع مناطق المملكة، وهو خطر على الجميع، خصوصا من هم أكبر من 65 سنة والذين لديهم أمراض مزمنة أو الذين يعانون من مشاكل تنفسية كتلك الناتجة عن التدخين أو السمنة. وفي مصر مطالبة برلمانية بتركيب ممرات تعقيم في محطات مترو الأنفاق. إلى اليمن، وزارة الصحة في اليمن تعلن تعافي المصاب الوحيد بفيروس كورونا. وفي السودان والقصة التي لاقت تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتح تحقيق رسمي بعد أن بث أذان المغرب قبل موعده بعشر دقائق. المشاهدون الكرام، إليكم هذا الخبر. بث تلفزيون السودان مساء اليوم أذان المغرب مبكراً بعشر دقائق تقريباً عن موعد غروب الشمس، مما أربك من كانوا يشاهدونه في ذلك الوقت. وتأسف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن ذلك الخطأ والذي تحقق بشأنه الآن. والآن مع قصة كورونا لهذا اليوم. منذ ظهور فيروس كورونا والتقارير الصادرة عن المنظمات الصحية الدولية تؤكد أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس، لكن أطباء في بريطانيا نبهوا إلى تزايد عدد الأطفال الذين تتدهور صحتهم بشكل خطير من جراء أعراض شبيهة بما يحدث من مضاعفات لفيروس كورونا، ولاحظوا أعراضا في دم الأطفال تشبه ما يحصل لدى الحالات الحرجة للمصابين بوباء كورونا. ورجح الأطباء أن تكون الأعراض هي لمرض كواساكي الشائع أكثر في أجزاء من آسيا ولا يعرف سببه، ويصيب الأطفال دون الخامسة، وتصاحبه أعراض الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد، وفي الحالات الخطرة التهاب شرايين القلب. هذا وكان وزير الصحة البريطاني قد صرح لإذاعة بي بي سي أن بعض الأطفال الذين لا يعانون من مشكلات صحية كبيرة توفوا جراء متلازمة التهابية نادرة، وهو مرض جديد يعتقد أنه ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. وقال وزير الصحة: لسنا متأكدين بنسبة 100%، لأن بعض الذين أصيبوا به لم تثبت إصابتهم بالفيروس. نتابع. It's a new disease that we think may be caused by coronavirus and the COVID-19 virus. We're not 100% sure, because some of the people who got it didn't test
hadn't tested positive. So we're doing a lot of research now, but it is something that we're worried about. But what I would also stress is that it is rare. The number of, although it is very significant for those children who do get it, the number of cases. وفي الإجازة الحكومية حول فيروس كورونا أكد كبير الباحثين أن الحكومة تدرس الأعراض الجديدة على الأطفال وهي قليلة جدا والتي ربما لمرض كواساكي ودعا الأهالي للاتصال بالخدمات الطبية إذا لاحظوا أي أعراض على أطفالهم. As you've referred to, we have become aware in the last few days of reports of severe illness in children, which might be a Kawasaki-like disease. So Kawasaki disease is a very rare inflammatory condition that occurs in children. The cause is not often known. It can be related to a number of things. Our advice to parents is that this sort of disease is very, very rare. If you are worried about a child who is becoming sick and not recovering, then do remember to contact 111, talk to your GP, or in emergency contact 999, because the emergency services in the NHS are there for sick. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفتي الدكتورة نهال أبو سيف التي ستنضم إلينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك دكتورة نهال. بداية، ما حقيقة مرض كواساكي؟ أهلا بحضرتك والمشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا بك. كنت قد سألتك ما حقيقة مرض كواساكي الذي تم الحديث عنه والذي يصيب الأطفال؟ هو مرض مناعي بيحدث نتيجة يعني الجسم بيطلع مضادات حيوية، سوري، مضادات يعني بنسميها أنتي بوديز ضد الجسم نفسه. ووجدوا ان يعني في كذا مريض من مرضى الكورونا اللي هي جت في الاطفال جالهم الرياكشن ده وديفلوب، يعني جالهم المرض ده اسمه سيستميك يعني انفلاماتوري ديزيز، اللي هو هذه الاجسام المضاده بتروح للاوعيه الدمويه وبتعمل التهاب، وهذا الالتهاب يؤدي الى خروج السوائل من الدم، ويعني زي عمل ترشح يعني، وهذا الترشح يكون في القلب وخارج الأوعية الدموية. ولكن يعني هو حتى الآن ليس مؤكد إن هو بسبب الكوفيد 19 فقط، لأن بعض الأطفال لا يوجد عندهم المرض، يعني عندما عملوا لهم السواب اللي هو التحليل يعني العينة من الحلق كانت سلبية، فعشان كده هم مش متأكدين هل المرض ده بسبب الكوفيد ولا ممكن يكون سبب مناعي آخر. يعني هل حدد يعني أعمار الأطفال الذين يمكن أن يصاب بهم، يعني أن يتعرضون لمثل هذا المرض خلال هذه المرحلة؟ نعم، هو الأطفال بصفة عامة يعني هنا في إنجلترا اللي هم حتى سن 16 سنة، لأن بعد كده بيعتبر أدلت يعني أو بالغ، فهو بيجي ما بين سن 3 إلى 15 سنة. طبعا العدوى اساسا بتاعه الكورونا في الاطفال تعتبر ضعيفه جدا، وحتى اذا تم اصابتهم بتاتي بصوره بسيطه ومجرد اعراض انفلونزا يعني عاديه، ولا تؤدي الى الوفاه الا في بعض الحالات اللي احنا كنا سمعنا عنها ان هم الطفلين بس اللي هم توفوا، ولم يعرفوا حتى الان يعني سبب الوفاه في الطفل بالذات اللي هو اسمه اسماعيل اللي عنده 13 سنه، وحاولوا ان هم يستقصوا يعني عن اي امراض موجوده في الاسره، وبيعملوا اختبارات يعني وراثيه للاسره دلوقتي عشان يشوفوا اذا كان في سبب لهذه الوفاه ام لا، لان هو الطفل الوحيد اللي كان سليم يعني. وفي يعني الاطفال الاخرى اللي تم اصابتهم ودخلوا حتى الرعايه الحرجه كان عندهم مشاكل صحيه اخرى. يعني هنا السؤال دكتوره في هذه النقطه، يعني هل تتوقعين يعني الإصابة بهذا المرض يعني تصيب الأطفال الذين يعانون من أمراض معينة من جهاز مناعي ضعيف، أم يمكن أن يكون طفل سليم ويصاب بهذا المرض وهو شيء خطير كما تحدث عنه أو ألمح إليه وزير الصحة البريطاني؟ تمام، هو المتوقع أن هو يكون في الأطفال اللي عندهم أصلا مشاكل في المناعة أو أمراض وراثية، وأن احنا عارفين يعني هي دي المشاكل الصحية اللي بالذات بنخاف منها في الأطفال، يعني إنه يكون عندهم مشاكل وراثية. ولكن الأصحاء يعني قلما إن هم يتأثروا بالمرض،
اللي حصل في الايام الماضيه ان هو في بعض الاطفال ظهر عندهم اعراض بنسميها الجهاز الهضمي، يعني بيكون عندهم اسهال وقيء، واكتشفوا ان هم في الحاله دي كان عندهم برضو الكورونا. فدي اللي هو تخوف منها الاطباء بالذات، ووزير الصحه تكلم عنها، يعني اللي وصلوا للمرحله اللي هي الخطيره اللي هي المرض المناعي ده، وتم حجزهم في الرعايه الحرجه. كما قلت يعني حتى الآن لم يتأكد إذا كان الكورونا هو السبب الرئيسي المباشر في وجود هذا المرض المناعي، أم هم عندهم أصلاً أمراض مناعية مختفية ولكن أظهرها مرض الكورونا. طيب، هل سجلت هذه الحالات دكتورة فقط في بريطانيا أم سجلت في مناطق أخرى، في دول أخرى تعاني من الوباء؟ بصراحة أنا اطلعت يعني على هذا في يعني في الأوراق التي تم نشرها حديثاً، وكان في بعض الحالات نشرت في فرنسا وإيطاليا ولكنها أعداد قليلة جدا. يعني هم عشان كده يعني يمكن وزارة الصحة هنا في إنجلترا ووزير الصحة تحدث عنها لأنها ظاهرة جديدة على مرض الكورونا في العالم بصفة عامة. يعني طب كيف يمكن حماية الأطفال؟ يعني هل هذا الموضوع أيضا أو هذا المرض الجديد الذي يتعرض له الأطفال بحاجة للقاح جديد، أو هل يمكن إعطاء الأطفال لقاح معين يساعدهم على الوقاية من هذا المرض؟ هو احنا يعني كما حضرتك تعرفي طبعا هو لا يوجد لقاح لمرض الكورونا حتى صحيح، الآن، ولكن يعني هذا لم يصنف الكبار على الأقل الآن أنه كورونا. بالضبط، بما اننا لسنا متاكدين ان هو كورونا فلا يمكن عمل لقاح حتى التاكد، فهم سيقوموا بدراسه الحاله طبعا اللي هي تم اصابتها، سيتاكد العلاقه هل هذا المرض المناعي كان سبب للكورونا ام لا. إذا كان سبب الكورونا يعني يمكن ده هيخش في دائرة البحث بقى عن لقاح جديد، ولكن احنا نريد لقاح لكل البشر أساسا يعني وليس فقط للأطفال. طيب دعينا أيضا دكتورة نهال على عجالة نتحدث عن أعراض هذا المرض التي تم نشرها حقيقة للتوعية. حضرتك قصدك بالنسبة للأطفال؟ للأطفال. نعم، هم زي ما قلت ان ابتذر الاول اعراض جهاز هضمي، يعني كقيء واسهال، ضعف شديد، حراره، بعض اعراض الكورونا اللي هي برضو كالكحه وخلل في الجهاز التنفسي، يعني زياده سرعه التنفس. عند يعني اذا طبعا تمت وجود هذه الاعراض فيجب عرض الطفل يعني في الحال على المستشفى المختص، وانصح يعني دايما الواحد يروح لمستشفى الاطفال، يعني ما نروحش مستشفيات عاديه، يعني في مستشفى اطفال متخصص في انجلترا، لان يعني زي ما حضرتك تعرفي يعني ان هو في مستشفيات فيها قسم الاطفال، صحيح. ولكن افضل الواحد يروح للمستشفى الاطفال نفسه، لانهم بيكون عندهم يعني اطباء متخصصين في المناعه بالذات. يعني إذا تم تأكد وجود مرض الكورونا فبيتم العلاج العادي اللي احنا بنستخدمه يعني في هذا المرض، يعني من إعطائهم المضادات الحيوية والأكسجين والسوائل وغيرها، ويتم في هذه الحالة عمل الاختبارات الدقيقة للتأكد من وجود هذه المضادات اللي هي الأجسام المضادة في الجسم، وإذا تأكد وجودها فممكن إعطاء بقى أدوية بديلة تكون متخصصة في مكافحة يعني اللي هو المرض المناعي، مش فقط يعني مكافحة الفيروس. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة نهال أبو سيف على كل هذه المعلومات. الآن إلى كورونا في الصحافة العربية، كيف تناولتها؟ نبدأ من القدس العربي. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الوباء لن ينتهي قريبا. نذهب إلى الشرق الأوسط، أوروبا تستعيد حياتها تدريجيا والصين تفتح مدارسها. العربي الجديد، كورونا مصر جوع بسبب العزل. رئيس الوزراء البريطاني، نحن ننتقل إلى المرحلة الثانية من المعركة. وفي الديلي تيليغراف، كبير المستشارين البريطانيين يقر بوجود انقسام بين العلماء حول جدوى توفير الأقنعة الواقية من الفيروس للعموم. في الصحيفة أيضا الفاينانشال تايمز،
تصريحات متتالية لكبير المستشارين البريطانيين حول توفير الأقنعة الواقعة أو الواقية من الفيروس والتي استحوذت على اهتمام الصحف البريطانية. لمزيد أيضا من الأخبار في الصحافة العربية، كيف تناولت الصحف العربية فيروس كورونا وهذه الجائحة؟ نتابع. في أخبارنا لهذا اليوم نقرأ: هل يشهد العالم العربي موجة غضب بعد كورونا؟ نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا قالت فيه إن انتشار فيروس كورونا عمق من حالة الإحباط لدى الشباب العربي. وقالت الصحيفة إن الوباء أوقف الاحتجاجات في العراق والجزائر ولبنان، لكنه قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات بعد انتهائه. وقالت إن تداعيات الفيروس قد تشكل فقط استراحة محارب، وإن التوقعات تشير إلى أنه سيتبعه ضغوطات اجتماعية واقتصادية قادمة. هذا خيار ترامب مع تراجع حظوظه الانتخابية. نشرت صحيفة الجارديان تقريرا اعتبرت فيه أن الرئيس ترامب سيعود إلى سياسة الترهيب والتخويف من الأجانب بعد التهديد الذي أصاب خطته الأساسية للفوز بفترة ثانية. ويوضح التقرير أن ترامب كان ينوي قيادة حملة انتخابية تقوم على اقتصاد قوي لإحراج خصمه الاشتراكي بيرني ساندرز، لكن كلا العنصرين اختفيا الآن، ما يعني عودته لأسلوب الشعبوية مرة أخرى. السجن وغرامات كبيرة عقوبة عدم ارتداء الكمامات بقطر. أصدرت السلطات القطرية قرارات تلزم العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وخدمات الجمهور بارتداء الكمامات الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا، ونبهت وزارة التجارة والصناعة إلى أن أي مخالفة لهذه القرارات تعرض مرتكبها للعقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. تزايد حالات الوفاة والتسمم بإيران من الكحول المغشوشة. رغم التحذيرات الرسمية وتكرار فشل تجربتها من قبل آخرين أدت بهم للوفاة، يواصل بعض الإيرانيين تناول الكحول المغشوشة اعتقادا منهم أنها تقي من فيروس كورونا المتفشي في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 5011 حالة تسمم و525 حالة وفاة جراء تناول كحول الميثانول بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يقي من فيروس كورونا. نهاية كورونا اليوم، إلى اللقاء.